عليها في الحمام وغم عليها في بلعب الشهور في المستشفى. وصارت فاقت يومين وجت تزور الأم الأول وردوا ضربوهم في ضربوها بعوية الحمام عليها وخلاص. ودعت الأهل ومشي بسم الله الرحمن الرحيم وردبوها تعدي وهي وياها اخذ القطعه مال الراس مال سيل الدموع حطها في بوز العلم حطها في بوزه وسوى له التهاب حتى ادى الاستشاره لان جاه المرض الخبيث.